بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حابب اختم معاكم بالعذراء بقى ام الصلاه، لانه ما فيش حد كان بيصلي زي العذراء، بالرغم ان احنا ما نعرفش يمكن الجزئيه دي وهنكتشفها دلوقتي. المفروض اذا كان جدها الكبير داود قال اما انا فصلاه، أكتر حد في تاريخ البشرية عاش المعنى ده بعد المسيح العذراء، لأنه عظمة أمنا العذراء إنها في صلاة دائمة داخلية، تخلي كلامها قليل قوي من بره، تخليها شخصية هادية جدا ساكتة قوي لأنها ما بتبطلش تصلي. فالعذراء أستاذة الصلاة، يعني اللي عاوز يتعلم الصلاة يقرب من العذراء، وده اللي هنشوفه دلوقتي، ازاي العذراء دي فعلا فهم الصلاة صح وعايشة الصلاة على طول، وعشان كده النهاردة هي اللي بصلواتها شايلة الدنيا كلها. فتعالوا نتأمل في الصلاة اللي قالتها العذراء، وبالمناسبة تسبيحة العذراء أكتر من أي كلام قالته في الإنجيل، يعني أطول جزء مذكور لأمنا العذراء في الكتاب هو تسبيحتها، مفيش كلام تاني، هما كله جمل كده ايه متناثرة، جملة لأليصابات، جملة للملاك اللي ظهر لها، جملة لربنا يسوع له المجد لما سابهم في الهيكل وهو صغير 12 سنة، جملة للعبيد في عرس قنا الجليل اللي يقول لكم عليه اعملوه، جمل كده ايه مختصرة جدا وسريعة، تدل ان هي مش من النوع اللي يرغي خالص ولا يحكي، ده لانها عايشة حياة صلاة دائمة. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. إذا العذراء كمان ليها سكة مع الجبل، إذا كان ابنها بعد كده يعني طلع الجبل 40 يوم، وموسى له في الجبل، وإيليا له في الجبل، وصمويل له في الجبل، وداود له في الجبل، أمنا العذراء ليها في الجبل. الجبال دايما رمز للخلوة، والخلوة يعني الاختلاء، يعني تبقى لوحدك، وبدل لوحدك يبقى ربنا معك، تبقى ايه طايل ربنا بشكل واضح. احنا بنعطل بعض بزحمتنا، يعني وجود الناس مع بعض شيء حلو جدا طول ما في محبة، لكن حتى لو مع المحبة لازم كل واحد يبعد عن اللي حواليه شوي عشان يدوق ربنا ويشبع بيه اكتر. قامت وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا، وطبعا هي عمرها في الوقت ده مثلا 15 سنة ولا حاجة، 16 سنة، فبنت تسافر في الجبال لوحدها، لكن هي عارفة بقى الملائكة اللي حواليها وماسكة ايد ربنا وشبعانة صلاة. ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات، فلما سمعت اليصابات سلام مريم، شوفوا بقى الصلاة لما تبقى عالية قوي كده وحارة، هي مجرد قالت لها سلام، هي قالت سلام وحصل العجب ده من كتر الصلاة، هي قالت سلام اليصابات لقت كركبة، كركبة ايه بشكل ما جربتوش قبل كده، ما هو اللي في بطنها 6 اشهر، ف6 اشهر طبعا يتحسب حركته، هي حست انه بيسجد، فاهمة ازاي؟ يعني الحركة الداخلية دي مش ترخيص من العادي ده، لا دي حركة غير الطبيعي. فاليصابات صرخت، يقولوا النص اليوناني اظن، لما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت، هي موجودة صرخت، وامتلأت اليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم، يعني اليصابات حست بشحنة روحية عجيبة دخلت فيها كده أول ما شافت العذراء وقالت لها سلام، مجرد كلمة سلام بس صيت كده جواها، فصرخت وقالت لها وأنا استاهل أم ربنا تدخل بيتي؟ طبعا دي العذراء بالنسبة لاليصابات حفيدتها، متخيلين فرق السن؟ اليصابات عجوزة غالبا فوق 80 عشان ما حدش يزعل، فوق 80 او اكتر، العذراء 15 16 سنة، والقرابة اللي بينهم زي حفيدت بينهم قرابة. فإنما شوفوا اليصابات بوعي روحي بقت عاوزة تشيل العذراء من على الارض، قالت لها وانا استاهل ام ربنا تدخل بيتي؟ من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ وفهمت على طول ان اللي بيحصل جواها ده رد فعل لدخلة العذراء، وقالت مباركة انت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي؟ هو ده حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين
بابتهاج في بطني، عرفت انه مبسوط ازاي؟ طب ارتقى ده ماشي، لكن بابتهاج، يعني هو في ترفيس بابتهاج وترفيس مش بابتهاج. شوف الوعي الروحي طبعا دي كلها مشاعر روحية، هي حست ببهجة غريبة وسعادة غريبة، نشوة كده حصلت لها وقالت لها اللي في بطني طاير من الفرح، ما بالك انا بقى وانا شايفاكي قصادي. وبعدين خلي بالكم اليصابات بتحيي العذراء وفي البطون في تحية اخرى، يوحنا بيحيي المسيح، فاهمين الفكرة؟ فالموضوع فوق العقل، لكن كله مدرك لانهم كلهم بتوع صلاة. العذراء دريانة ان في المسيح في بطنها، خلي بالكم هو ده بعد بشارتها، فكان اوريدي المسيح خلاص في بطنها، بس ده الشهر الاول ليه، لسه في اول شهر. لكن اليصابات في السادس او بداية السابع، فقالت لها انا اللي في بطني بيسجد للي في بطنك، وانا بقول انا مستاهلش ام ربي، انا ام ربنا بتاعي تدخل بيتي. فمباركة انت في النساء، يعني ما فيش في ستات الدنيا بالعظمة بتاعتك. طب دي حفيدتك، دي يعني بنتك الصغيرة. لا لا، هي مش شايفة كده، خلاص هي عارفة تشوفها صح. ارتجد الجنين بابتهاج في بطني، طب ايه عظمتك؟ قالت لها طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا بخت اللي صدقت اللي ربنا بيقوله. يا يعني القصة كلها هي اساسها كده، لان اخر كلمة، كأن اليصابات كانت قاعدة معاهم في البشارة، فاكرين اخر كلمة ختمت لقاء البشارة؟ قالت للملاك ايه؟ هو ذا انا امة الرب، ها ليكن ليك قولك. اليصابات على بعد اميال سمعت، فقالت لها طوبى للتي امنت ان يقيل لها، يتم لها ما قيل من قبل الرب، لان هي ختمت لقاء الملاك بايه؟ حاضر، انا خدمته اللي يؤمر بيه. فقالت لها يا بختك، ده انت مش عارفة الكلمة دي عملت ايه في السماء. هو سهل على حد على الارض يقول له يا رب حاضر عينيا اللي تؤمر بيه، وتغير مسار التاريخ كله. لان عدرا هنا قالوا عكست موقف حواء، خلاص حواء زمان قوي ام الاحياء جابت لنا كافية لما قالت لربنا لا، لان ربنا قال لها يا حواء كلي زي ما انت عاوزة بلاش الشجرة دي، فقالت له حاضر وما عملتش. العذراء جت طلب منها طلب صعب قوي، سيبك من حكاية الرهبنة والتسبيحة وكده، انت هتبقي ام ربنا. في الاول قالت له ما مش هتجوز مش كده؟ قالت له مش هتتجوزي، لا ده ربنا نفسه. قالت له خلاص اللي تشوفه. هي اول ما قالت اللي تشوفه، يعني حاضر بس من قلبها، صلحت موقف البشرية كله. الاباء دايما يحطوا حواء في كفة والعذراء في كفة، ويقولوا اللي خربته حواء صلحته العذر، عشان آدم الأولاني طلع يعني أي كلام شوية، آدم الجديد بقى اللي جاي هو إيه؟ هو اللي هيصلح كل حاجة. تقوم العذرة تعمل إيه؟ مش تقول لها بقى الكلام التعبان بتاعنا، يا شيخة ما تقوليش كده، ده أنا بنتك مش... لا لا لا، حركات بتاعتنا دي لا. خلينا نشوف العذرة تقول إيه. فقالت مريم، تعظم نفس، انا هقرا وبعدين هناخدها حته حته، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، لانه نظر الى اتضاع امته، فهو ذا منذ الان جميع الاجيال تطومني، لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته الى جيل الاجيال الذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انزل الاعداء عن الكراسي ورفع المتضعين، اشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أباءنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. فمكثت مريم عندها نحو 3 أشهر لغاية ما اتولد واطمنت عليه، فهي حضرت يوحنا، ثم رجعت إلى بيته. تعظم نفس الرب. شوفوا بقى، اليصابات بتعظم مريم، واليصابات دي ست كبيرة وست مهمة، لأن جوزها كاهن كبير ومحبوب ومشهور وراجل قديس، فكون جاي لها شهادة من اليصابات. تعرفين احنا في شهر كهك، أول نص في كهك نقول لها نعطيك السلام مع رئيس الملائكة، وبعدين تاني نص الأسبوعين الأخرانيين نقول لها نعطيك السلام مع اليصابات نسيبتك، لأن أول أسبوعين بنقول لها الملاك جه حياكي
والاسبوعين التانيين نقول لها والاصابات من البشر مندوبة عن البشر، قالت لك ما فيش زيك. فالاصابات دي شخصية مهمة، الواحد لما يسمع شخصية مهمة تمتدحه يفرح بنفسه، ويجد سعادة، يعني جايله عظمة من شهادة شخصية عظيمة زي كده. لا لا لا، العدرة ما بتفكرش كده خالص. هل تقبل العظمة أم ترسلها؟ بمعنى إيه؟ العدرة لا تقبل عظمة أبدا لذاتها، إنما ترسل العظمة لله. يعني أول ما جت لها العظمة، مباركة أنت، يعني أنت عظيمة، فعلى طول أول كلمة قالت إيه؟ تعظم نفسي الرب. فاهمين الفكرة؟ اللي هي أساس فكرة التواضع. الصلاة هي تعظيم لله، إن الإنسان فينا يشعر بضلالته ويبقى حابب طول الوقت يقول له المجد ليك يا رب، العظمة ليك يا رب. العذر عايز حياة شكر. طب ردي عليها بكلمة تشجيع، طب اشكريها على المديح يا أمنا العذرة، على برضو الاستقبال الحار ده. لا لا لا، مفيش وقت، هي على طول ما ردتش. فقالت مريم يا اليصابات يا ستي، لا لا، فقالت مريم تعظم نفس الرب. معناها ان العذراء مختصرة جدا او مقتصدة جدا في كلامها مع الناس بسبب الحاح التسبيح والشكر والصلاة اللي جواها لربنا. هي مش قادرة توقف اتصالها بالله، فبتختصر في الكلام مع الناس، بتقطع بتقطم. تعظم نفس الرب دي معناها انه طول السكة وهي جاية في الجبال عمالة تعظم ربنا. فبعض الناس بتعتقد انها ايه، كملت التسبيحة يعني، ما سمعتش اليصابات بتقول ايه، قولي زي ما تقولي احنا فاضيين. فهي مكملة التسبيحة اللي شغالة طول الوقت جوه قلبها، تعظم نفس الرب. من هنا شوفوا بقى، اللي يفضل يعظم ربنا ويدي كل المجد لربنا وينسى نفسه خالص، العظمة تجري وراه. النهاردة كل الأجيال بتقول إيه؟ نعظمك يا أم النور الحقيقي. يبقى هي تعظم ربنا وإحنا نديها ألف تعظيم كمان، لكن كل تعظيم رايح ليها واضح إنه تلقائي هيطلع على إيه؟ على ربنا، لأن إليصابات لما عظمتها طلع على طول كله على ربنا. من يكرمكم يكرمني. عشان كده يا جماعة اللي بساعات يستغربوا ان احنا نمجد العدرة كتير ويفهموا خطأ ان ده كأننا بناخد من حق ربنا، مش فاهمين الحتة دي، او مش فاهمين اتضاع العدر، ومش فاهمين علاقتها بالمسيح، لانه مفيش مجال خالص للغيرة او ان احنا نقسم العظمة على اتنين. لا لا، ده كلام يعني جاف جدا وعقلاني. ده كل تمجيد وتعظيم للعذراء رايح تلقائي للمسيح، لان هي لا تقبل العظمة، هي ما بتستقبلش الحاجات دي. هي عندها قناعة داخلية انها انا امت الرب، انا خدمته. ومش سهل ابدا حد يوصل للحتة دي، يعني احنا مهما اتكلمنا مش سهل ان الواحد مع مجد في مجد العذراء تكون شايلة المسيح جواها انما لا تشعر باي مجد او عظمة، وراح تشتغل خدامة عند اليصابات، ما عندهاش اي درجة احساس او قبول للعظمة. هي ترسل العظمة طول الوقت للمسيح، تبتهج روحي بالله مخلص. برضو هي مدرسة صلاة بقى، فخلينا نتعلم الصلاة. الصلاة الحقيقية هي ابتهاج الروح بالله، يعني لما تفرح بربنا اسمك صليت، غير كده يبقى لسه. فاللي بيصلي من قلبه فرحان بربنا، حتى لو في ضيقات، حتى لو في متاعب، حتى لو في اي حاجة، هو قعدته مع ربنا تدي له بهجة. تبتهج روحي بالله مخلص. وتلاحظوا قالت مرة نفسي وقالت مرة روحي، جسدها والذي يحمل المسيح هي ما بتفكرش فيه خالص. خلي بالكوا، اللي يصلي كتير جسده ما بيجيش في دماغه، يعني الاكل والشرب والنوم والكلام ده ما يعديش على دماغه، انما نفسي وروحي، وهي ده الكلام المفيد. تبتهج روحي بالله بحضوره. الانسان اللي بيحاسس ان ربنا قصاده فرحان على طول، والعذراء
بسبب الصلاة الدائمة عندها إحساس مستمر إن ربنا قصدها. ده إحساس القديسين الكبار دايما، زي إيليا لما يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. دي قوة إيليا، عشان كده نقول لها شيريني ماريا قوة إيليا، يعني علاقتها بإيليا. إن كل القوة اللي في إيليا اللي مرتبطة بالجملة دي، إنه عنده إحساس دائم بحضور الله، تروح فين يا إيليا في العدل؟ يعني أنت قوي صحيح، بس لا، هي أقوى طبعا، أقوى روحيا، لأن عندها إحساس أقوى من إحساسك بحضور الله طول الوقت من كتر الصلاة. فهنا تبتهج روحي بالله، يعني هي حاسة بربنا بحضوره. تبتهج روحي مثلا بعطاياه، طبعا هي العطية اللي عندها دي فوق العقل، إنها تبقى تحمل لنا الله الكلمة. لكن هي فضلت فقيرة وغلبانة وظروفها صعبة، وهتتبهدل في الناصرة وفي مصر وفي الجليل، يعني مش عايش عز يعني ولا حاجة، إنما تبتهج روحي بالله طول الوقت. فالإنسان مبتهج بعطايا الله، يبقى بحضوره وبعطاياه. واحد فرحان قوي، اللقمة اللي بياكلها، المية اللي بيشربها، المكان اللي هو قاعد فيه، دايما فرحان. تبتهج روحي بالله مخلصي بالخلاص. ودي برضو كلمة جميلة، ليه؟ العذراء تطلب الخلاص زينا، إنسانة محتاجة مخلص. وتبتهج بالخلاص يعني إيه؟ أنت جاي تفديني وتفدي كل البشرية. ما هي العذراء محتاجة فداء، كبنت آدم محتاجة فداء برضو. فهي فرحانة بخلاصه. تبتهج روحي بالله بشعبه، لأنها إليصابات وزكريا وبتاع، ففرحانة بالناس. اللي يحب ربنا ويحب الصلاة يحب الناس، يمكن يبعد عن الناس، لكن ده مش معناه ما بيحبش الناس. في فرق بين واحد يبعد عن الناس وما يحبش الناس، لا، فرق كبير قوي. هما يحبوا الناس جدا، لكن من أجل التفرغ لله يبعدوا عن الناس. تبتهج روحي بالله بخدمة ربنا، وهي بتخدم ربنا أو بتخدم ناس ربنا هي فرحانة طول الوقت. هل تحتاج العذراء لخلاص؟ بالتأكيد. هل تشعر أنت بقيمة الخلاص؟ هل لما الواحد فينا بيصلي واخد باله من الفكرة دي؟ أنا وأنت محكومين علينا بالإعدام مش بالتأبيدة، والمسيح خلصنا يعني رفع الحكم. ده موضوع كبير قوي الخلاص، لكن نادرا ما حد فينا بيشكر على الخلاص أو بيشكر على الفداء وعلى الصليب وعلى التجسد. نشكر على الأكل والشرب، لا، ده في موضوع أخطر من الأكل والشرب. بعد كده تقول نظر إلى تضاعمته. اللي يصلي كويس يفهم ربنا كويس، لأن في آية تقول سر الله لخائفيه. وفي العهد الجديد ربنا يسوع يقول لهم أنا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأني أخبرتكم بكل شيء. يعني أنا بقول لكم كل الأسرار، أنتوا دلوقتي حبايبي عارفين سري. كل ما تصلي كل ما ربنا يشرح لك ويفهمك حاجات في ودانك كده في قلبك، ما تبقاش الحكاية بالعقل. فالعذراء أدركت لماذا اختارها الله دونا عن البشر. ليه بقى؟ لأنه نظر إلى اتضاع أمته. والتضاع على فكرة مش هنا فضيلة، هنا بمعنى الذل أو الصغر أو الضآلة. كلمة التضاع في العربي تحمل معنيين، إما فضيلة التواضع أو الاتضاع بمعنى المهانة أو المذلة أو الضآلة. فاهمين إزاي؟ فهو نظر إلى اتضاع أمته في لغتها، في قصدها هي، بص الأغلب واحدة في الدنيا، بص لي أنا النكرة اللي منفعش في حاجة، ده إحساسها. فهي فرحانة قوي بيه، لأنه بص لها هي اللي هي أقل من أي حد، هي شايفة نفسها كده، يبقى شايلة ربنا جواها وشايفة نفسها ده أنا آخر واحدة في الدنيا. نظر إلى اتضاع أمته، يعني إلى ذل عبدته، أنا يعني ولا حاجة. مع كل التحية وكل التمجيد اللي سمعته، قالت أنا حتة عبدة غلبانة. وده تواضع بقى كبير قوي عندنا. كل ما تحس إنك غلبان في وقفتك قدام ربنا، كل ما تصلي بحرارة، كل ما تحس إنك في المتكأ الأخير آخر الكل، كل ما قلبك يتحرك بسهولة مع ربنا.
لأن الله ينظر إلى المتواضعين، ربنا يحب المنكسر القلوب. وكلمة أمته الشعور بالعبدة. طيب دلوقتي انت عرفتي من الملاك انك بقيتي ايه؟ ام، مش كده؟ هي مصرة على ايه؟ لا ام ولا ام ولا بتاع، انا عبدة. يا ستي بقيتي ام، لا انا عبدة. عشان كده في اللحن نقول لها افرحي يا مريم الايه؟ العبدة والام. انت مصرة على لفظ عبدة واحنا مصرين على لفظ ام. انت قولي على نفسك انا حتة عبدة، واحنا هنفضل نقول لك انت ام الله. لأنه آخر لقاء البشارة أنا أمة الرب. دخلت على أليصابات نظر إلى اتضاع أمته، يا ستي بقيتي أم، ما بقيتيش مجرد أمة. فاهمين الفرق الضخم بين عبدة وأم؟ لكن هي مصرة تحتفظ بلقبها كعبدة. وعشان كده تلاحظوا احنا في صلواتنا تطلع واحد كده عقلاني يقول لك بطلوا تقولوا احنا عبيد الله، احنا أولاد الله. يا شيخ اختشي، إذا كانت أم الله بتقول أنا عبدة، احنا نطول نبقى عبيده. احنا نتمسك بالتضاع ان احنا فرحانين ان احنا عبيده، هو يكرمنا بقى بلفظ اولاده كتر خيره، ونقول ابانا الذي مش منقولش، بس ايه يعني مش نستكتر كلمة عبيده. لا لا، احنا هنفضل عبيده للرب الهك، تسجد واياه وحده تعبد. وماله هي العبادة وحشة؟ ما هو الله وحده اله. فهنا هي مصرة على كلمة أمته مش على أمه بقى. ربنا بيشوف التواضع، عشان كده يمكن أكتر حاجة تحرص عليها في التضاع في صلاتك، أنت داخل على الصلاة مكسور ولا منفوخ؟ منفوخ زي قلته، روح بقى فضي النفخة دي قبل ما تصلي، اهدى كده شوية واعرف أنت قد إيه قبل ما تصلي. هتصلي وأنت شايف نفسك كويس؟ مش هينفع، هتبقى في الريسي صلاتك زي قلت. ادخل على ربنا وانت بالمشاعر الحلوة دي. طبعا على فكرة الاباء يقولوا كلمة كمان هنا تورينا عظمة العذر. القديسين الكبار يقولوا احتمال الاهانة اسهل من احتمال الكرامة. تصور لما واحد يشتمك وتستحمل، مش سهلة. يمجدك وتستحمل اصعب. هنا تستحمل بمعنى ايه؟ انك ما تتأثرش خالص، انك ما تقبلش، ان الكلام ما يفرقش معاك خالص. العدرة كده هي معدية بقى، فهي مش بتستحمل الاهانات بس، لا ده هتاخد اهانات كتير، لكن كمان لما يجي لها كرامات تستحملها تمام. يعني ايه؟ ما تأثرش عليها خالص، تفضل صورتها عن نفسها ثابتة، انا امته. لما العالم كله يمجدني انا عارف حقي، انا اصغر واحد، انا اغلب واحد، انا صغير قوي. عشان كده داخل على المطبخ تشتغل وبتاع ما عندهاش ادنى مشكل، هي شايفة ده موقعها الطبيعي. هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطومني. برضو الحتة دي واحد لو مش فاهم قلب العذراء او مش فاهم الصلاة يقول ما هي منفوخة، ما هي مبسوطة، بتقول كل الناس هتمجدني. لا، ده هي زي اللي عارفين ايه مستغربة، بيمجدوني على ايه؟ نظر الى اتضاع امته وعمل مني حاجة، اهو من هنا ورايح كل الناس هتقعد تقول لي عدرا يا عدرا يا عدرا على ايه بس؟ هي فهمها كده منذ الان. طبعا دي نبوة من العدرا بالروح القدس، هي تدرك جيدا ان ده اللي هيحصل، ومن 2000 سنة مشغال العدرا تمجد في كل الشعوب لغاية النهاردة، لان دي نبوة. منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، ما جاش جيل ما كانش يقول يا عدرا. لكن هي مع إدراكها بأنها عدت الشمس والقمر والنجوم وتخطت كل حدود المجد، لكن ما زالت شايفة الحكاية إيه؟ اتضاع أمته، أنا الغلبانة. شوف الاتضاع بيعمل قد إيه حاجات حلوة. إدراك نعمة الله وخطة الله، كل ده يحصل جوه الصلاة. يعني القلب اللي بيصلي كتير يبتدي يشوف المستقبل ويشوف اللي مستنيه ويشوف المجد ويفضل غلبان زي ما هو، يبقى مفتوح العينين كده. العذراء يمكن أدركت من 2000 سنة إن احنا عندنا ثيوتوكيات وهنسهر نسبح ونقول السلام لك يا مريم، كل ده أدركته وما هزهاش ولا سنتي، فضلت غلبانة برضو. إذا قمة التواضع ألا يزعجك المديح أو التمجيد، لأن القدير صنع بي عظائم. التواضع
في الصلاة وبره الصلاة، مش ان انا وحش. التواضع ببساطة مصدره الاساسي ربنا عمل مني حاجة، لكن انا ولا حاجة. القدير صنع بي عظائم. لما حد يجي يقول لك انت انسان كويس، ما تقولوش لا انا وحش، قول له نعمة ربنا. فاهمين الفرق؟ انسان تقول له انا وحش يعني قول تاني، يعني امدحني اكتر. طيب ما انا بقول لك انا وحش عشان تقول لي لا وحش، لا ازاي نقعد نغني الاغنية دي. لا، انت كويس، انت عملت، انت سويت وماله، بس انا مش انا. اي حاجة كويسة دي نعمة ربنا، خلونا ايه نمجد ربنا، لكن هنمجد بشر ليه؟ القدير صنع بي عظائم. فهي بدأت تعظم نفس الرب، والعظمة جاية لها عمالة تصدرها للسماء. هو اللي عمل مني كده، عمل بي عظائم مش عطايا عادية، بيعمل بي حاجات عجيبة. بقى انا حتة واحدة كده محدش يسمع بيها، يخليني أم الله، حاجة فوق العالم. لما يقول الكتاب عظيم هو سر التقوى، أعظم شيء حدث في التاريخ هو التجسد، وبالتالي أعظم إنسانة هي العذراء. أعظم سر هو اللي كان في بطنها، إن هذه الإنسانة المحدودة تحمل الله الغير محدود، حاجة فوق المنطق وفوق العقل. وانتوا عارفين الأيقونة القبطي القديمة، يحطوا العذراء على الكرسي كده ملكة، ويحطوا هنا دايرة ويحطوا فيها المسيح الغير محدود، وطالع منه شمس نور، لأنه ده المنظر اللي شافه يوحنا في الرؤية. قال شفت ست متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها. الشمس هنا المسيح، يعني ايه؟ يعني المسيح جواها، مش عارف ازاي، زي العليق، نار ماسكة فيها لكن ما بتتحرقش. فده سر فوق العقل. فهي بتقول العظيم القدير صنع بي عظائم، بيعمل حاجات عجيبة. كل واحد يحب الصلاة ويعيش في حياة صلاة يدوق عظائم، يدوق عجائب، يعيش في معجزة على طول، يبقى شايف حاجات بتحصل مش بالعقل خالص. وبعدين يقول لأن اسمه قدوس. ايه اسمه قدوس دي؟ اسمه قدوس بالظبط اللي قالها المسيح في أبانا الذي، لما قال لنا أول ما تقولوا أبانا الذي قولوا وراها ايه؟ ليتقدس اسمك. شوفوا العذراء من قبل ما يعلمنا أبانا الذي هي فاهمة الصح. يعني ايه يتقدس اسمك أو اسم قدوس؟ يعني حياة الإنسان مرتبطة بتقديس اسم الله. بمعنى أجمل حياة تعيشها إنك تقضي العمر كله تنادي اسم ربنا وتنسب له القداسة، اللي هي صلاة يسوع برضه. يعني لما بتقول يا رب يسوع المسيح، دي أحسن لحظة في عمرك، وتعطيه المجد، تقول أشكرك ومجدك وسبحك، تقول زي ما تقول، يبقى اسمه قدوس. فهي بتقول القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، يعني يظل له القداسة والمجد والبركة. فهي تمجد اسمه، يبقى الشكر والتسبيح جوه التسبيحة أو جوه صلاتها. كلمة أجيوس نفس الفكر. لما بنقول أجيوس احنا نعطي القداسة لله، ونقولها كذا مرة ونقولها بكذا طريقة. اسم قدوس يفكرنا بالآية الجميلة اللي في أمثال 18، اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. يقعد بقى جوه كده عنده مناعة. فالذي ينادي على اسم ربنا كتير عنده حصانة. وبعدين تقول رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. هي بقى مدركة، خلي بالكوا العذراء أغلب الآباء المفسرين والقديسين اعتقدوا، وده اعتقاد يعني أرثوذكسي، إن العذراء أدركت أول إنسانة في العهد الجديد تدرك قصة الخلاص وترتيباته. يعني بالرغم من طفولتها صغيرة، وإنها مش دارسة بقى ولا معلمة كبيرة ولا بتاع، إنما من كتر الصلاة استوعبت كل اللي هيحصل، وفهمت المسيح جاي ليه وهيعمل ايه وهيحصل ايه واللي هيحصل في التاريخ بعد كده ايه وهيطوبوني ازاي. كل ده استوعبته العذراء، لأنه هي إذا كان بيقول سره لأبونا إبراهيم ولا لداود ولا لموسى، هيجي عند العذراء ما يقولش أسراره. فبقت مستوعبة حاجات كتيرة قوي، وتحفظ جميع هذه الأمور في قلبها، تحكيش.
رحمته إلى جيل الأجيال، يعني عاوزة تقول ده أنتوا لسه هتشوفوا، هتشوفوا الأجيال اللي جاية وعزهم، هتشوفوا يعني إيه عهد جديد. رحمته دائمة إلى الأبد، جيل الأجيال الذين يتقون. وأنتوا بس اتقوا ربنا وشوفوا رحمة ربنا تعمل فيكوا إيه. كل ده تمجيد. تلاحظوا إن هي ما طلبتش ولا حاجة لغاية دلوقتي، هي بتصلي وده مش وقت تسبيح، بس هي ما بتعرفش تعمل غير التسبيح. دي داخلة عند أليصابات زيارة، مقابلة، تاكل تشرب، لا مفيش أكل وشرب، هو كله تسبيح وتمجيد بصيغ مختلف. تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلص القدير، صنع بعظائم اسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. تسبيح الرحمة بالذات تقليد يهودي قديم ومستمر في العهد الجديد. عندنا الهوس الثاني اللي منكم في عارف تسبيح الرحمة، اللي هو لأن إلى الأبد رحمته، جيب ابناي شوب شائني، زي في براسي أرمية لو فاكرين امبارح لما يقول ايه برضو حاجة عن الرحمة، رحمته لا تزول، مراحمه لا تزول. تسبيح الرحمة يعني أن تمجد الله على رحمته، ده فكر يهودي قديم للأتقياء مستمر معانا للأبد. لأن فعلا أكتر حاجة الواحد يسبح فيها ربنا رحمته. اللحن المشهور أو التسبيحة المشهورة بتاعت مراحمك يا إلهي غير محصاة وكثيرة جدا رأفاتك. فكل ده مدرسة العذراء، رحمته إلى جيل الأجيال دائما. وللذين يتقون يعني عاوزة تقول إيه، أنتوا بتمجدون أنا ليه؟ ما كله هيبقى ممجد، كلكم هتاخدوه، كله هيتوزع عليه كرامة وعظمة ومجد بعد كده. صنع قوة بذراعه. داخل الصلاة التأمل في عمل الله، وانت بتصلي مش لازم تطلب، اشكر سبح واسترجع عمل الله. صنع قوة بذراعه. هي لغاية دلوقتي ايه اللي حصل في الدنيا؟ بصراحة ولا حاجة. المنظر بره ايه؟ عادي، أمم ويهود وأغلبهم وحشين، إن كانوا يهود كلهم فريسين متعبين، والأمم عايشين في الخطية. انت بتقولي ايه؟ فين القوة دي؟ هي شايفة بقى الصلاة تفتح العين، فهي ابتدت تشوف اللي جاي. صنع قوة بذراعه. والصلاة كمان تخلي الواحد شايف ايد ربنا، يعني شوفوا ايد ربنا شايلانا طول الوقت وبتعمل عظائم وعجائب، بس ما حدش واخد باله. الصلاة هي اللي تخليك تعرف يعني ايه ذراعه دي. ذراع يقول لك اخرجهم بذراع رفيعة، بيد قوية وذراع رفيعة. في محدش شاف؟ لا، في ايد ربنا، بس الواحد العتب على النظر. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. طب هي بتقولها لمين دي بقى؟ بتقولها لمين؟ يعني دي صلاة ولا وعظة ولا حكمة ولا ايه دي بالظبط؟ يعني اللي فات كله يجوز يتقال لربنا، دلوقتي هي بتقول ايه؟ احنا طبعا انا بجتهد، يعني ممكن تكون مقصود بيها ايه؟ انا مستغربة منك يا رب، يا ما ستات ملكات محترمين في التاريخ وستات مشهورين، سبت ده كله جيت عندنا. فيقول لها ما هو كان كل دول فيهم شوية كبرياء. طب ده انت عدى عليك يا رب كذا الف سنة وشفت ست يعني ناس كتير قوي، مفيش حد ينفع، انت بس، عشان انت اكتر واحدة متواضعة. الحاجة التانية، هي شايفة ان اليهود مش فاهمين حاجة. هي فاهمة دلوقتي كل حاجة، ان المسيح جه وجاي يفدي البشرية كلها، والست الغلبانة اللي اسمها اليصابات هي التانية ابتدت تفهم، والغلابة اللي زي بعض دول هم اللي استوعبوا بقى كل حاجة، واليهود قاعدين ذبايح وفرائض وبتاع والأمم. فبتقول يغلبهم، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. الإنسان المتكبر مخه تعبه زي حالتنا، فكر قلوبهم. احنا بنفكر كتير ونحسب كتير لأن جوانا كبرياء، فيخلينا ايه، قال احنا اللي هنمشي الدنيا وهنعمل ايه وهنعملنا ايه ده معطلنا. واحدة زي كده ما بتفكرش، بتصلي بس، هي اكتر واحدة فاهمة في الدنيا واكتر واحدة استوعبت كل حاجة. فهي بتقول حقيقة امتداد لفكرة التواضع، ان المتواضع هو اللي فاهم، هو اللي عنده النعمة، هو اللي مرفوع، والمتكبر يغلبه بخه تعبه، فمشتت مضيع عمره
يمين وشمال مش عارف يتلمع الحقيقة. فهي عاوزة تقول ايه، مين يا ترى هيفهم الحقيقة بتاعتي؟ لان دي رسالة لكل الاجيال لغاية النهاردة. انتوا عشان شوية متواضعين مصدقين يعني ايه العذراء ام الله. شوفوا بقى كمية ملايين المتكبرين اللي ايه مستكترين عليها اللقب. يقول لك يعني ايه، يعني ايه واحدة ست تبقى ام الله ويجي ليه، ويعني ايه بقى انسان وهو ربنا. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. كله تلاحظوا الصلاة كلها عاوزة تقول انا غلبانة اوي يا رب اللي ترفعني الرفعة دي، مطلعني من تحت الارض كده حطتني على كرسي وانا غلبانة، ونزلت البهوات كلهم. اليهود هم المتكبرين، والعلماء والفهماء والحكماء كل دول نزلهم من على كراسيهم، يعني يفضوا مكان للعدر. انزلوا هاتولنا العدر، هاتولنا يوحنا المعمدان، هاتولنا اليصابات، هاتولنا الناس اللي ايه المتواضعين هم اللي يقعدوا على كراسي. يبقى هي بتستوعب حكمة وبتقول الحكمة جوه جوه الصلاة، كأنه أهم رسالة عمالة العذراء تقولها لنا يا جماعة خليكم متواضعين. وهي بتصلي بتدور حوالين الحتة دي، يا رب خليني دايما آخر الكل، خليني متواضع. انت بصيت عليا لأنك لقيتني غلبانة، خليني غلبانة على طول. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، نفس المعنى بطريقة تانية. الناس اللي فاكرين نفسهم أغنياء هيروحوا فاضيين، والغلابة قوي الجعانين الجياع والعطش للبر دول اللي هيشبعوا. فهي لأنها دائمة الصلاة، والمتواضع دايما في حالة جوع لله. المتواضع دايما يدخل جعان جعان، يعني تلاقيه ايه عاوز يسمع وعظة. مرة لقيت أب يعني ربنا يحميه راهب كبير عجوز كده وجاي يسمع وعظة، طبعا اتكسفت انا من دور عياله يعني، حاولت اقول له، قال لي خليني اتعلم. اتعلم ايه يا ابونا، ده انت فوق الـ80 وراهب بقالك قد كده، وايه وشغوف جدا انه يتعلم من اي حد. طبعا ده جعان جعان لانه متواضع. شوف بقى لما يطلع لنا شاب ابن امبارح يقول لك يعني هيقولوا ايه، ما احنا عارفين عارفين. تصور بقى شوف الفرق بين واحد روحاني قاعد حياته كلها صلاة والآخر نفس عاوز يتعلم بمنتهى الشغف بجوع، وبين واحد فكر نفسه أبو العريف وهو مش فاهم حاجة. فأشبع الجياع اللي ده جاي عنده يأكل ويشبع ويفرح. وصرف الأغنياء فارغين. عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمه. ما بقول لكم العذراء فهمت كل حاجة. فهمت ايه تاني؟ قالت له أخيرا يا رب هتعمل كل اللي اتفقت فيه مع ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب وموسى. ربنا فضل يوعد يوعد يوعد. وعد نوح قال له معلش نفتح بشريه جديده من خلالك. وعد ابراهيم قال له في نسلك تتبارك كل امم الارض، محدش شاف ولا فهم. يا اسحاق انا وعد ابوك الوعد باقي. يا يعقوب اتعدل عشان الوعد يكمل، اتعدل على الاخر. يا يهوذا هيطلع منك انت المسيح، ما فهمش حاجه. عدينا شويه اجيال، جه موسى ابتدى يفهم شويه لسه، واشعيا بقى وارميا وحزقيال ودانيال كل دول جايين يقولوا المسيح جاي المسيح جاي المسيح جاي، المسيح ما بيجيش. واسرائيل مغفل، يعني اسرائيل كشعب طبعا عايشين في ظلمه الكبرياء. فالعذراء بتقول خلاص جه، هنا المعنى اللي بتقوله هنا عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة، يعني أخيرا بيتمم وعده كما كلم آباءنا إبراهيم ونسله إلى الأبد. يعني إيه دلوقتي يا بشرية يا بشر، دلوقتي عمل اللي قال عليه وفضل يقول عليه عبر كل الأجيال. فعضد إسرائيل فتاه، يعني إيه إسرائيل ابن البكر كان يسميه كده وقت موسى، يقول أطلق إسرائيل ابن البكر. شعب اليهودي هو ابن البكر، بس البكر مرفوض، لكن هو المسيح جه من إسرائيل لأن ده الابن الأولاني لربنا. هو طبعا للأسف باعوا بكريتهم، باعوا هل نحن احنا اللي خدناه. فعدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة، يعني الله برحمته ذكر عهده مع الآباء
وتمم عهده من خلال أمنا العذراء. بتقول كلام كبير قوي وهي غلبانه قوي ومحدش فاهم لانها عايشه في صلاه. يبقى الصلاه بتعمل ايه؟ بتخلي الواحد يدرك خطه الله وعمل الله واسرار الله وهو بيصلي، ويتقال اللي ربنا بيقوله ده جوه الصلاه. فيبقى الصلاه نفسها فيها استناره، فيها عمق، فيها فكر، بتشرح الخلاص ببساطتها، وكل ده جوه التسبيح كما كلم أبائنا إبراهيم لإبراهيم ونسله إلى الأبد. يعني كل اللي هيجوا بعد كده هينتسبوا لنسل إبراهيم، نسل إبراهيم هو المسيح، فهيبقوا مسيحيين. هي فهمت ده كله، وهتبقى هي أم المسيحيين حسب الوعد بقى. فهي استوعبت، عشان كده بتقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، ما بقيت أنا حواء بتاعتهم بقى خلاص. إحنا بنتبرأ من حواء الأولى ونقول احنا تبع حواء الجديدة. حواء الجديدة امنا، اي ام تربي عيالها الصفة الغالبة عليها مفروض تتنقل لولادها. يعني لما تكون ام كريمة بطبعها يطلع عيالها كرمة، ام رغاية بطبعها، ام مش عارف بخيلة بطبعها. امنا العذراء من اكتر واظهر صفاتها الصلاة الدائمة. يبقى المفروض كاولاد للعذراء نتقن الصلاة الدائمة لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.